فضل شاكر فنان كبير وفنان مهم جدا وقيمة وقامة فنية. فضل شاكر فقدناه من الساحة الغنائية بسبب ملابسات سياسية وضع فيها ولا ذنب له فيها، اتهم بحمل السلاح واتهم بسفك الدماء واتهم بإطلاق النار على الجيش. يقيني ويقين كل محبي فضل شاكر ان الفنان اللي علم الناس الحب ومنحهم ايضا السعادة لا يمكن ان يحمل مسدسا ولا يمكن ان يطلق الرصاص. فضل شاكر ما زال يطالب بالعدالة في لبنان، وايضا انا يعني من الذين يتصلون بفضل شاكر واثق في انه في لبنان ستتحقق له العدالة، وهو عنده من الأدلة التي تؤكد، يعني لما تسمعه عنده من الأدلة التي تؤكد أنه لم يحمل سلاحا، وأن السلاح الصورة الشهيرة اللي بيتم تداولها لا علاقة لها بالأحداث، كانت متعلقة بأحداث أخرى، إنما فضل ما فيش دليل على أنه أطلق الرصاص على الجيش اللبناني، وهو الحقيقة بيبحث عن العدالة وسيصل إلى العدالة إن شاء الله. أنا بقول ده بمناسبة إن الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب بإخلاص شديد في حفلها هلا فبراير في الكويت وجهت التحية لفضل شاكر، ودي بمثابة رسالة لجميع الفنانين للتضامن مع فضل شاكر. مفيش حد بيقول إن التضامن مع فضل شاكر على حساب القانون أو على حساب أبرياء، لكن في ظل الملابسات السياسية وفي ظل الصدام السياسي اللي بتعيشه لبنان وفي ظل بعض المظاهر الطائفية، صراع سنة وشيعة لا يجب أن نخفيه ولا يمكن أن ننكره مهما ادعى البعض، يعني ضاع فضل شاكر في ظل هذه المتاهات، والبعض حتى ساق هو عنده علاقة بالشيخ الأسير اللي متهم وألقي القبض عليه أثناء هروبه من لبنان، لكن العلاقة الشخصية مع الشيخ الأسير لا علاقة لها أيضا بتورط فضل شاكر في أي أحداث عنف. إن شاء الله ربنا هينجيه. تعالوا نشوف شيرين عبد الوهاب وهي تتحدث عن فضل شاكر في لفتة إنسانية مخلصة. في فنان كبير بعت لكم سلام كبير، هو الفنان فضل شاكر. شكرا. وأتمنى من كل قلبي إن إحنا كلنا ندعمه عشان يرجع تاني يغني ويضوي المسرح عندكم. واسمحوا لي أغني له أغنية عشان هو وحشني جدا جدا جدا. شكرا. شكرا شكرا. والله انتوا اهل كرم. شكرا.
بحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب على اللفتة الإنسانية المخلصة، على هذا الإخلاص الكبير لفنان، لأنه الجميع في مركب واحد، والفنان الذي يدافع عن زميله هو الفنان الحقيقي، لأن بعض الفنانين للأسف الشديد يمكن أن يتجاهل فنانا في أزمته. فضل في أزمة، ونوافق أنه سينجو منها وسيثبت براءته للجميع. يعني حينما نتحدث مع فضل شاكر تشعر بأنه واثق تماما من براءته، وإحنا من هنا حتى سننظم يوما للتضامن مع فضل شاكر، وسندعو كل الفنانين المساندين له للحديث عنه. الفن يا جماعة قيمة ولا جنسية له. إحنا بنتغنى بأغاني فيروز وبكتابات نزار قباني، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن الجنسية. نجيب الريحاني اللي أمتعنا وأبدع
السيدة روزا اليوسف اللي أسست مجلة ومسرحا لا جنسية للفن والإبداع، وبالتالي علينا أن نساند فضل شاكر وسننظم يوما للتضامن معه. الجميع يثق في براءته، وإن ما حدث له كان في ظل ملابسات سياسية غامضة، لكن هو عنده من الأدلة اللي بتثبت هذه البراءة. كل ما يطالب به فضل شاكر هو العدالة، إنه تتاح له الفرصة الكاملة في إثبات هذه البراءة بعيدا عن الصخب السياسي وبعيدا عن الصدمات السياسية التي تعاني منها لبنان الآن. بحي تاني شيرين عبد الوهاب على اللفتة الإنسانية المخلصة اللي ما عملهاش البعض التاني، لكن نتمنى ان كل زملاء فضل، لانه اي فنان يمكن ان يواجه محنة من هذا النوع.